إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف جلستنا الأسبوع. تفضلوا سيد الرئيس. سيد طيبي إذا سمحتوا. سيد النائب. تفضلوا سيد الرئيس. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة النواب، اجتمعنا مع السيد رئيس مجلس النواب واستفسرنا عن الأسباب اللي كما رفعنا طلبنا طلب رفع الجلسة باش نعرفوا الأسباب ديال عدم الحضور الحكومة للتجاوب مع هذا الموضوع المهم، وفهمنا بأنه السيد الوزير عنده ظروف خاصة وعبر البرلمان ورئيس مجلس النواب على الرغبة دياله في الحضور في أي وقت يشاء فيه البرلمان. اليوم عنده ظروف خاصة وهذا الشيء تبلغ للإخوان والأخوات في المعارضة ما تجاوبوش، لأن قال لك خصو يحضر ولا بد اليوم ما يمكنش يحضر، وبالتالي احنا نتأسفوا أنه المعارضة تستمر في الانسحاب، ولكن ما يمكنناش نوقفوا جلسة دستورية والسبب ديال الوزير ما بغاش يجي. الوزير ماشي ما بغاش يجي، عنده ظروف حالة دون حضوره اليوم، وغادي يجي في الأسابيع المقبلة وغادي يجاوب مع هذا الموضوع. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. إذن تفضلوا سيد النائب. السيد الرئيس، أعتقد بأن هذه جلسة دستورية وأن ما عشنا في هذه اللحظة وربما في سابقة أخرى قبل ذلك هو تعطيل لمؤسسة دستورية. أنا كنقول تعطيل، أعلنتم رفع الجلسة لعشر دقائق، استمرينا أكثر من 35 دقيقة. اليوم اللي بغى ينسحب ينسحب، والنقاش العمومي، هذه مؤسسة وطنية ودستورية تحتضن النقاش العمومي، وحتى الانسحاب راه قرار، ما غنواجهوش مشاكلنا بالمزيد من الشعبوية والمزيد من صناعة فقاعات هواء. اللي بغى يشوف المشكل ديال الأطباء يشوف المشكل في شموليته وفي تعدد وجهات النظر. المستشفيات العمومية راها فارغة، والمشروع ديال الحماية الاجتماعية مشروعها الوطني وورش ملكي. عفاكم بركة من الشعبوية وخليونا نبنيو ومشيو للمستقبل على أرضية صلبة. أما اللي بغى ينسحب فراه موقف يعبر عن حالة خواء. شكراً. شكرا السيد نائب المحترم. قلت سابقا على أن ما تم تسجيله لا يتعلق بأي خلل مسطري، وعلى أن رئاسة الجلسة وعلى أن مجلس النواب لم يقترف أي إخلال في هذه المسطرة أو في النظام الداخلي لمجلس النواب، تم احترامه احتراما تاما. ثانيا، المقتضيات القانونية، النظام الداخلي لا يوجد فيه أي مقتضى قانوني يلزم الحكومة بالتفاعل. غاية ما يمكن أن يقع هو ما تم، أي أن المكتب مجلس النواب يحيل السؤال الذي طرح في إطار أو الموضوع الذي طرح في إطار المادة 152 على رئاسة الحكومة. إذا ارتأت الحكومة عدم التفاعل، يعني لا وجود لأي نص يجبرها على التفاعل. ومع ذلك استمعتم للسيد الرئيس والذي أكد على أن السيد الوزير عبر عن استعداده للحضور في أي جلسة أو أي لجنة للرد على مناقشة هذا الموضوع وإحاطة وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. لذلك نشرع الآن في طرح الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة. مرحبا سيد الوزير. عندنا سؤال أول عن واقع الرياضة المدرسية بالمغرب للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. إذن نرجئ السؤال نظرا للانسحاب